الله الله الريحة، الله الله، يا سلام الله يا الله. سلام يا سلام، طبخة خفيفة لطيفة مليانة بهارات ونكهات آسيوية. منضيف من سمنة مازولا ونبدأ في تشويح بصل. يلا إجراءاتك. بسم الله، يا عيني على الصوت يا عيني على الصوت. شوفوا عندي هون دبابيس الجاج، تمام، باختصار شديد غطيتهم بشوية طحين أبيض وقليتهم. في عندي معجون الزنجبيل مع الثوم، تمام. يلا سمير على حيضيف البصلات على شوية زيتات، تمام. وإحنا هون رايحين نبلش. ها يا سلام يا سلام يا سلام، الله يا عيني يا عيني يا عيني، ريحة المطبخ. الله 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 الله. طيب نبدأ نضيف بهارات. فعندي الكمون، هاي كمون، عندي فلفل أحمر حار. طيب أنا يا سلام، كزبرة أبطها، شوية هيل، كركم، حلبة، ما تبالغوا في الحلبة. هيا طلع قديش الحلبة، طلع قديش. طيب السائل بده يكسر الحكي هذا، شو؟ أيوة يا عيني على السائل يا عيني على السائل. أنتوا سمعتوا شو قال المعلم؟ السائل اللي بده يخلي هذول يتجانس، نشوف هسه بتشوف. يلا بندورة يا عيني. يا سلام يا سلام على الكاري الأصلي، يا سلام. أيوة أيوة يا بطاها. الله، اسمعوا البهارات بخشومي. كيف الكاريات؟ يا رهيب. ما 50 ولا خشار؟ أني؟ نيلي وحد الله يا وحد الله يا زلمة. طيب على طول بنجيب، أنا نشوف بالوصفة حاطط حليب جوز هند، تمام، لكن بوجود لبن طيب البلدي عندي في المطبخ، تمام، والله لا أستطيع المقاومة. يلا لا أستطيع المقاومة نهائيا، لذلك باخذ لي شوية لبن بلدي من طيبة. طيبة لأطيب قلب، تمام. طلع 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 طلع. الله 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 بطاها. أيوة 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 بطاها. يا عيني يا عيني يا عيني على الكاري. الله الله يا عيني، حليب جوز الهند. يا سلام يا سلام، سلم. وعطول الكزبرة، يا عيني يا عيني. نضبط الملح والفلفل الأسود. في ايدك تحت مي بتغلي ابو طه، بدك اياهن تحتيك؟ اه هات لك شويه ابو طه، هات لك شويه ابو طه، هات. استنى يا ابو طه، هات هات يا ابو طه، بس يا ابو طه، بس 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 بس. خلينا نستمتع ببهارها. الله 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 الله، ايوه الله الله، بدنا شيء ترخي اكثر. ابو ايش ابو ايش ابو ابو هزيم، ونعم ايوه التقدير يا ابو نعم هزيم. والله بنيجي هون بطاها، بنيجي هون بنحط من هريس الزنجبيل، تمام، والثوم على رز ايش المسالة. اوكي يا سلام، بعطيه من هالكاري. اه نفس البهارة راحت. لا لا بختلف. اه بختلف، تمام. شوية كمون. اوكي يا سلام، فلفل حار شوية صغيرة. هاي معركة بهارات. أنو هاي معركة بهارات. أنو أنو بطابة حار وقليل من الكركم، كزبرة، يا سلام. وبنيجي بنعطي بندورة مفرومة. يلا الروائح يا جماعة. لا لا هذا مطبخ هندي، مش معقول صح؟ طه قلب قلب يا اخو. شو مطبخ هندي؟ مطبخ ببتشي هذا. ايوه شوية صغيرة، لما يصير فيه سائل بضيف رز ابو كاس المشخول، وبنعملنا تقلبتين ثلاثة ابو طه ليطلع عندي رز مسالة بالبهارات، بس مش الان ابو طه. حاضر متى ما بدك. بنضيف دبابيس الدجاج اللي مقلية او مطبوخة، خلينا نحكي 70 الى 80%. هاي عندنا هون ابو طه
بدنا نقلب الرز بخفة يعني. كيف خفة يعني؟ طلع كيف؟ ها هذا الرز تنكه الآن، تنكه بالبهارات الهندية هيك بطلع بخفة جميلة. والكاري عندنا هون صار على النار. الله الله الريحة. الله الله يا سلام يا سلام يا سلام. طبخة خفيفة لطيفة مليانة بهارات ونكهات آسيوية. لون جميل جدا يا عيني. كيلو دبابيس دجاج، كوب بصل مقطع، نصف كوب معجون الثوم والزنجبيل، كوب حليب جوز هند، ونصف كوب كزبرة مفرومة، ربع كوب رب البندورة، ربع كوب فلفل أخضر حار، ملعقة صغيرة كل من يعني يتبع. بابريكا حارة، فلفل أسود، كمون، كزبرة هال، حلبة، كركم، ملح وفلفل. من 4 أكواب أرز أبو كاس مسلوق مشغول. من ملعقة معجون الثوم مع الخرد مع الزنجبيل، كوب بازيلا وجزر، نصف كوب بندورة مفرومة، لوز أخضر حار، فلفل أخضر حار، بابريكا حارة، كمون، كزبرة، بودرة، كركم، كاري، ملح وفلفل.